تتحدث شوارع كربلاء في هذه الأيام لغة خاصة، لغة تتفوق على الكلمات، تخبرنا عن إرث عظيم وعن تضحيات لا تنسى. إنها عاشوراء. ليست طقس دينيا يحييه الملايين، بل هي رسالة متجددة تعيد إلى الأذهان موقف الإمام الحسين عليه السلام حين قال: إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برمة. إنها دعوة للثبات على القيم السامية، ومواجهة للظلم بكل شجاعة، ورحلة روحانية تستمد منها النفوس قوة الإيمان والعزيمة. عاشوراء استذكار حي لمعركة الطف التي لم تكن مجرد واقعة تاريخية، بل كانت ملحمة إنسانية تمثل الصراع الأزلي بين الحق والباطل، الخير والشر. عاشوراء شعلة تضيء دروب الأجيال. لذا تستعد العتبة العباسية على مدار 240 ساعة وبواقع 10 أيام عمل فعلية لهذه المناسبة العظيمة، ونقول فعلية لأنها تكون مسبوقة بالعديد من الأعمال التمهيدية، كوضع الخطط والاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة، حيث تسخر كل الإمكانيات والجهود لتقديم خدمات متكاملة تسد احتياجات ملايين الزائرين. تعد زيارة عاشوراء الأعقد من حيث التنظيم، وهذا يعود لطبيعة الزيارة، حيث أن ملايين الزائرين يجتمعون في ليلة ويوم واحد، ألا وهو يوم العاشر من محرم الحرام. وهذا يتطلب من خدمة مولى أبي الفضل العباس عليه السلام أن تكون جميع خطواتهم مدروسة، فهم في سباق مع الوقت، وهو الشيء الوحيد الذي لا يمتلكونه. أول من يبدأ استعداداته لاستقبال شهر محرم الحرام هو قسم الشعائر والمواكب الحسينية في العراق والعالم الإسلامي، وهو المسؤول عن تنظيم حركة المواكب العزائية والخدمية في داخل كربلاء. خطة العتبة العباسية المقدسة خلال زيارة العاشر من محرم الحرام قسمت على محاور مختلفة، وكل محور يقع على عاتق قسم من الأقسام أو يشترك فيه عدد من الأقسام، لكنها بالتالي سلسلة مترابطة يكمل أحدها الآخر. وهنا يمكن أن تقسم محاور العمل في الزيارة إلى ما يأتي: أولاً، المحور الخدمي. ثانياً، المحور الأمني. ثالثاً، المحور الصحي. رابعاً، المحور التنظيمي. خامساً، المحور اللوجستي. الجانب الخدمي، أو لنسميه التحدي الخدمي. تركز العتبة العباسية المقدسة على هذا الجانب بشكل كبير، كونه على تماس مباشر مع الزائرين، فهي تحرص على توفير الأجواء المناسبة لأداء مراسم الزيارة وإحياء الشعائر، كما أن هذا الجانب الخدمي تشترك فيه عدد من أقسام العتبة، وكل حسب اختصاصه. فعلى سبيل المثال، مع ارتفاع درجات الحرارة عمل قسم الصيانة والإنشاءات الهندسية في العتبة العباسية على تغطية كل الشوارع المحيطة بالحرم، فضلاً عن المداخل الرئيسية للمدينة القديمة بقماش الساران، فضلاً عن نشر المراوح التي تنثر رذاذ الماء من أجل تلطيف الأجواء ومقاومة ارتفاع درجات الحرارة.
كما يشمل الجانب الخدمي تهيئة الطعام والشراب والثلج، ومثال على ذلك مواكب إرواء الزائرين، فضلاً عن توفير أماكن الراحة وأداء الزيارة والقيام بحملات التنظيف المستمرة. كما تشرع ملاكات قسم الشؤون الخدمية بحملات تنظيف مستمرة للشوارع المحيطة بالعتبة المقدسة وجميع الطرق المؤدية إلى المرقد الطاهر، وإشراك عدد من الآليات التخصصية للحفاظ على نظافة الشوارع وإظهارها بشكل يليق بالمكان وزائريه، فضلاً عن تهيئة الكيشوانيات والأمانات المحيطة بالصحن الطاهر لاستيعاب الزخم البشري الذي تشهده العتبة العباسية المقدسة في أيام الزيارة، مع اتباع أفضل الطرق تنظيماً في الاستلام والتسليم بشكل يضمن انسيابية حركة الزائرين. التحدي الأمني من أهم الجوانب التي تحرص العتبة العباسية المقدسة على إعطائه اهتماماً مختلفاً، لأنه يتعلق بحياة الزائرين وسلامتهم من كل مكروه لا سمح الله. لذا توضع في كل عام خطة أمنية من قبل قسم حفظ النظام وبالتعاون مع الجهات الأمنية الحكومية من أجل توفير أجواء آمنة للزائرين. كما شهد هذا العام إشراك مئات الكاميرات الحديثة في الخطة الخاصة بالعشرة الأولى من شهر محرم الحرام، وهذه الكاميرات موزعة بشكل مدروس داخل العتبة وخارجها، فضلاً عن كل المحاور التي تؤدي للمرقد الطاهر. من التحدي الأمني إلى التحدي الصحي، حيث تجهز العتبة العباسية المقدسة خطة صحية خاصة بهذه الزيارة، حيث يحرص قسم الشؤون الطبية على استنفار كل الملاكات الطبية لتكون على استعداد كامل لتغطية احتياجات الزائرين، كما أن هناك توجيهات مستمرة تدعو جميع الزائرين إلى اتباع الإرشادات الصحية والالتزام بضوابط السلامة في أثناء فترة الزيارة، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة. الجانب التنظيمي يعد من الأمور المهمة في هكذا تجمعات مليونية، خصوصاً وأن هناك شعائر مختلفة يتم إحياؤها في هذه الأيام بين قراءة القرآن والأدعية والزيارات وإقامة الصلاة، سواء أكانت جماعة أم فرادى، فضلاً عن حركة سير المواكب وحركة الزائرين دخولهم وخروجهم من الصحن الشريف والحرم المطهر وإليهما، فضلاً عن الطرق المحيطة بالعتبة المقدسة. كل هذه الحركة للزائرين قد وضعت العتبة العباسية المقدسة لها خطة مرنة قابلة للتغيير تبعاً لكثافة الزائرين وحركتهم، لضمان الانسيابية ومنع حدوث التزاحم لا سامح الله، كما توضع خطة خاصة في قاطع النساء.
كما تشمل الخطة أيضاً حركة الزائرين في محيط العتبة والطرق المؤدية لها، كما توضع خطة تنظيمية خاصة لاستقبال عزاء ركضة الطواريج. تضع العتبة العباسية المقدسة وضمن خططها الخاصة بزيارة المليونية تقديم الدعم اللوجستي من بين أهم الأولويات، سواء للدوائر الخدمية الرسمية أو المؤسسات الخدمية المجتمعية والقنوات الإعلامية والمواكب الحسينية. ويشمل هذا الدعم توفير المستلزمات الضرورية من أجل المساهمة في دعم الخطط الخاصة في إنجاح هذه الزيارة. هناك عدة مهام تقوم بها العتبة العباسية المقدسة من أجل إسناد عدد من الجهات التي تساهم في زيارة العاشر من محرم الحرام، حيث تقدم العتبة على سبيل المثال مئات الآلاف من أقداح الماء والثلج إلى المواكب الحسينية الخدمية، فضلاً عن توفير عجلات لنقل احتياجاتهم داخل المدينة القديمة، ناهيك عن تواجدها في جانب الدفاع المدني والإسعافات الأولية. كما وتقدم العتبة الدعم اللوجستي للقنوات الإعلامية التي تساهم في نقل مراسيم زيارة العاشر من محرم الحرام، وذلك من خلال توفيرها لتردد مجاني، فضلاً عن توفير باجات خاصة تتيح حرية التحرك للصحفيين وتنظم لهم أماكن تواجدهم في العتبة ومحيطها. اليوم ونحن نودع هذه اللحظات المؤثرة، نأمل أن يكون هذا الفيلم شاهداً على عظمة هذه الشعيرة، وأن يبقى نورها مشعاً في قلوبنا وذاكرتنا، لنستمر في حمل رسالة الحسين، رسالة السلام والعدل، لنعمل معاً من أجل مستقبل أفضل، مستلهمين من هذه الزيارة القوة والعزيمة لمواجهة تحديات الحياة بروح ملؤها الإيمان والأمل. وفي الختام، هنا حيث تتجسد الإنسانية بأسمى معانيها، فلم تكن هذه مجرد أعمال قام بها خدمة المولى أبي الفضل العباس عليه السلام، بل كانت رحلة داخلية عميقة نحو جوهر الروح والإيمان. فهذه الأيادي الممتدة بالمحبة والعطاء هي مثال حي لمعنى الخادم، ونحن نودع هذه اللحظات المؤثرة، نأمل أن يكون هذا الفيلم شاهداً على عظمة هذه الشعيرة، وأن يبقى نورها مشعاً في قلوبنا وذاكرتنا.